نفسك. أهلا بحضرتك. نبتدي من جريدة الأهرام، هو عنوان بيقول الرئيس يقول نحن أمة في خطر لن نتخلى عن أشقائنا العرب. السيسي للأعلى القوات المسلحة يقول حماية باب المندب أولوية قصوى وبحث تعزيز الأمن على الحدود الغربية والإشادة بجهود الجيش والشرطة في التصدي للإرهاب بسيناء. يعني طبعا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت اللي في خوف وقلق مما يحدث في اليمن ومضيق باب المندب وتأثيره على قناة السويس بالتأكيد مهمة جدا لطمأنة المصريين وطمأنة الأشقاء العرب. برأي حضرتك إيه في أهمية هذه التصريحات؟ هي طبعا تصريحات في توقيتها المناسب بتتعامل مع الواقع، بتوضح للعالم، للرأي العام الداخلي وللرأي العام العالمي الرؤية المصرية الواضحة بهذا الشأن المتمثلة في أن مصر بتتعامل الآن على أن الأمن القومي العربي كله لا يتجزأ، لا سيما ما يتعلق منها بأمن منطقة الخليج. ما يحدث في اليمن من تطورات أحداث خطيرة جدا قريبة من مضيق باب المندب، المساس بمضيق باب المندب يأثر تأثير مباشر على مصر ويضر بمصر، ومن ثم فدخول مصر في العمليات التي تجري في اليمن هي في المقام الأول من أجل مصلحة مصر، لكنها أيضا من أجل حماية منطقة الخليج اللي احنا مرتبطين بيهم ارتباط لا ينفصل. الكل يعلم الدور الإيراني الخطير جدا والمرفوض على المستويين الرسمي والشعبي والدولي، الدور الإيراني المتمثل في زعزعة الأمن والاستقرار في مختلف الأقطار العربية. يعني لما نشوف اللي بيحصل في العراق، لما نشوف اللي بيحصل في داعش، لما نشوف اللي بيحصل في سوريا، جزء بما يحدث في لبنان، كل هذه الأمور نجد فيها الأيدي الإيرانية التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة النزاعات الطائفية فيها. لكن في ذات الوقت اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول ان احنا بنواصل جهودنا واحنا مع امن الخليج وحماية امن الخليج والدفاع عنه عن الاقطار العربية، بيقول في ذات الوقت ايضا ان احنا بنبذل مساعي سلمية لايجاد حل سياسي للازمة اليمنية متزامن مع الجهود التي تبذل الان لوقف الانقلاب الحوثي. لكن في ذات الوقت عايزين حل سلمي بمشاركة كل الفرقاء للتوصل لحل هذه الأزمة، لكن في النهاية عايزين حل لعودة الاستقرار إلى ربوع اليمن. نعم. طيب ننتقل أستاذ علي لجريدة الوفد، وخبر يقول تحذير داعش ليبيا تشن حرب سيارات مفخخة على مصر، تقرير أمني يكشف إجبار مواطنين عائدين على تنفيذ تفجيرات إرهابية. تعليق حضرتك. وطبعا تنظيم داعش ده تنظيم معادي للأديان السماوية، تنظيم معادي للإسلام، تنظيم يحارب الإسلام وبيحاول أن يتستر وراء الدين، لكن هو في النهاية بيحمل النموذج الأسوأ للإساءة إلى الدين الإسلامي. تنظيم داعش لما بيقوم بعمليات مفخخة، وطبعا كلنا عارفين بتلقى تمويل خارجي من جهات معادية للعرب وللمسلمين والمصر، أجهزة الأمن قادرة على التعامل مع مسألة السيارات المفخخة والكلام ده كله وقواتنا جاهزة. لكن اللي لفت نظري مسألة إجبار مواطنين على القيام بعمليات تفجير، حدش يقدر يجبر مواطن مصري ابدا على انه يقوم بعمل تفجير ضد بلد، مش مصدقها انا دي. يعني لما هيجي الداعش يقول له انت نازل مصر روح فجر في بلدك، يقول له حاضر، ياخده على قد عقله، واول ما ينزل من باب الطياره او على الحدود اذا كان في السلوم او غيرها يبلغ الجهات الامنيه الخاصه. ما هو الكلام اللي مكتوب يدل على ان هم عرفوا منين ان في تقرير امني، الجهات الامنيه عرفت ان هم بيجبروهم ازاي؟ اكيد المواطنين دول وصلوا للجهات الامنيه وقالوا لهم ان هم بيجبروهم. طبعا ما فيش اجبار، ما قدرش حد ابدا يجبر مواطن مصري عاقل محب لهذا الوطن انه يروح يفجر بلده أو يفجر أهله أو يضر بأي مواطن أو بأي حد. يعني وخصوصا أن هؤلاء المواطنين هربانين منهم، يعني هم بالزبط هربانين من داعش، فأكيد يعني مش هينفذوا اللي هم عايزينه. مفيش حد في كامل القوى العقلية، مفيش حد يعرف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. سواء كان مسلم أو مسيحي يمكن أن يقوم بعمل يضر ضفر أي طفل من أبنائنا في مصر أو يضر بأي منشأة أو بأي بسلام أمن وسلامة الوطن واستقراره.
انا واثق في ان المصريين اللي راجعين من ليبيا وقاعدين بسلامه الله يعني راجعين بتنتابهم فرحه ان هم عادوا بسلامه الله الى ارض الوطن. هم هربانين من الاوضاع السيئه اللي شافوها. مخاطر ارواحهم كانت في خطر جراء ارهاب داعش وغير داعش اللي جايين من شتات الارض عشان يروعوا امن وسلامه واستقرار ليبيا وشعبها. وشفنا تنظيم داعش عمل ايه ضد المصريين ابنائنا اللي ذبحوا لنا 21 واحد من خيره ابنائنا. طبعا ده ناس عناصر ارهابيه عناصر اجراميه بيبعتوا برساله للعالم تحمل اساءه خطيره جدا لدين الاسلام. الاسلام بريء براءه تامه من كل هؤلاء. تنظيم اكرر تنظيم داعش معادي للاسلام معادي للاديان السماويه معادي للانسانيه والبشريه. يمكن يعني تصريحات الرئيس السيسي الاخيره عن تعزيز الامن على الحدود الغربيه بتتصل بهذا السياق وكمان الإشادة بجهود الجيش والشرطة في التصدي للإرهاب بسيناء. في هذا السياق من جريدة الأخبار عنوان يقول تصفية 100 إرهابي في سيناء والتحفظ على أربعة جثث لأجانب. يعني أستاذ علي تعليق حضرتك على الجهود اللي بتقوم بيها قوات الجيش والشرطة في سيناء، وطبعا وجود جثث لأجانب ده معناه أن في عناصر غير مصرية بتقوم بالمشاركة في هذه العمليات الإرهابية. هو طبعا الجيش والشرطة ناس على مستوى المسؤولية الوطنية المروطة بهم تماما، ناس بيقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن بالفعل. هم مدركين لخطورة ان احنا ناس عند المستوى المسؤولية ان احنا فعلا في حرب مع الإرهاب، ورئيس السيسي أعلن ذلك ووزير الدفاع أعلن ذلك، كلنا نعلم هذا وكلنا طرف في هذه الحرب، ان احنا كلنا ظهير قوي لقواتنا المسلحة ولشرطة مصر من أجل القضاء على هذا الإرهاب الأسود اللي بيتهدد أرواحنا وحياتنا. هذا الإرهاب الأسود اللي بيحط قنبلة على باب مدرسة ابتدائي، اللي بيحط قنبلة في أي ميدان عام عشان تنفجر في أي مواطن مصري. لكن العظمة إن الرجال القوات المسلحة والشرطة اللي بتقابل حتى أي واحد فيهم كلنا بنقابلهم في كل مكان بيزدادوا إصرارا بترتفع روحهم البنوية على ضرورة ملاحقة هذه العناصر الإجرامية الإرهابية وإلقاء القبض عليها. ما قاله والتعامل معها طبعا بكل قوة بكل شجاعة. ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا بنحمي الحدود الغربية، لا فعلا بالفعل الحدود الغربية، لكن طبعا عارفين إحنا المساحة قد إيه الحدودية مع ليبيا كبيرة جدا، لكن الجيش بيقوم بدور عظيم جدا، الشرطة أيضا بتقوم بهذه الجهود، بنشوف الناس كل يوم بيسقط منهم شهداء لكن بيزدادوا إصرار. بالفعل في عناصر من شتات الأرض، اللي قاعدة واللي داعش، في حينما الرئيس المعزول محمد مرسي دخلوا في هذه الفترة وتم لهم السماح لهم في الدخول في سيناء وقالوا بيلقوا رعاية من قيادات الإخوان، لكن أنا بقول إن قواتنا المسلحة بتتعامل مع هذه العناصر بكل شجاعة وبكل قوة. التحقيقات كشفت رغم أن قيادات حماس ما زالت بتنفي، لكن احنا طبعا بكل شفافية لازم نتكلم. التحقيقات كشفت عن وجود متهمين فلسطينيين وبعض المتهمين المصريين تلقوا تدريبات في غزة على أيدي كوادر حركة حماس، والناس معترفين وموجودين في القضايا، والقضايا اللي منشورة النهاردة حتى في الصحف كلها أو معظمها في عناصر وما زالوا بيدخلوا حتى الآن، وهناك جهود من جانب القوات المسلحة والشرطة للقضاء بشكل كامل على الأنفاق اللي بيتم استخدامها للدخول على طول. احنا كلنا معاهم في هذا الكلام، إزالة جميع الأنفاق. لا يوجد دولة في العالم يمكن أن تسمح لنفسها بوجود أنفاق سرية على أراضيها تنطلق إلى بلد آخر مثل هذه الأنفاق السرية. من الطبيعي إنها كانت تدفع بعناصر إجرامية للتنقل بين البلدين، تم خلالها تهريب سلاح، تهريب مفرقعات، تهريب عناصر إرهابية. يعني كلنا نعلم هذا الأمر ولا يستطيع أحد أن ينكره. العناصر بتوع تنظيم حزب الله اللي كانوا بقيادة واحد اسمه سامي شهاب في يوم 28 يناير هربوا، دخل طبعا عناصر من حماس وهربوهم من سجن وادي نطرون لما هربوا محمد مرسي، ورجعوا عن طريق الانفاق وراحوا الى لبنان وطلعوا في التلفزيون قالوا احنا دخلنا عن طريق هذه الانفاق بكل بساطه، لان لا يقدر يروح مطار القاهره ولا يروح اي مطار يركب منه حاجه ولا يعني مساله الانكار الانكار الانكار. لا، الوقائع موجوده وثابته ومتهمين موجودين في السجن، برضه لازم يكون متهمين بيلقى القبض عليهم عشان نسمي الاشياء بمسمياتها.
أستاذ علي، يعني أنا أعتقد أنه لازم يكون عندنا حتى رقابة في هذه الأماكن اللي فيها تهديد للأمن القومي موجودة على الأجانب وغير المصريين اللي موجودين. يعني مثلا مثال في المملكة العربية السعودية، أي مصري موجود هناك، الناس اللي كانت بتروح تحج وتعمل عمرة ويقعدوا بالست سبع شهور وما لهمش إقامة هناك، مجرد أي حد في الشارع من المسؤولين أو المختصين بالبحث عن المخالفين لشروط الإقامة، لو سأل حضرتك فين الإقامة بتاعتك وما لقاهاش بيتم التعامل معك أمنيا فيعني بيحولك لأن أنت بتبقى مخطئ ساعتها بيتم ترحيلك. ده ما بيحصلش عندنا في مصر. لا بيحصل يا فندم، يعني لو اي واحد اتمسك قاعد مخالف هو اي واحد اتمسك لو ظروفه بقى سيئه وان هو وقع في ايد اي حد، لكن احنا ما عندناش في خصوصا في سيناء لازم يتم تطبيق هذا النظام. اكثر من هذا النظام، يعني ثقتنا مطلقه فيما يبذل بجهود، وحرام ان انا او اي حد يتوهم او يتخيل ان في اي تقصير بجانب القوات المسلحه او الشرطه على الاطلاق. الناس بيأدوا عملهم على طبعا انا مش بتكلم على ان في تقصير، لا انا بتكلم على ان احنا طيب، يعني الشعب المصري طيب قوي وعاطفي قوي وكل حاجه، بس في ظل الظروف الحاليه مش هتنطبق هذه الظروف او بتاع. ان لما اشوف ده مين، اي حد غريب ده جاي هنا ليه، قاعد في ارض سيدا ليه، مختبئ في كهف ليه، بالظبط لا ما ينفعش. ولذلك احنا بنعلق وما زلنا بنعلق امال كبيره على مشايخ سيناء وعوائل سيناء انهم يتعاونوا مع الاجهزه الامنيه المصريه في الارشاد عن اي عنصر من هذه العناصر الغريبه اللي بتظهر بصوره مفاجئه لما واحد يلاقي واحد افغاني موجود جنبه او واحد شكله مريب بينتمي على فكره. مش شرط ان هو يكون من جنسيه مختلفه أو يكون افغاني او باكستاني او اي او حتى لو مصري، ممكن تكون سيده. أيوة. سيدة جاية عن طريق الأنفاق. صحيح. ما أنا عايز أقول لحضرتك لو أي حد بيشك في وجود حد غريب غير، لأن دي عوائل كلها وتعرف بعضيها بالاسم وعارفين بعض، لكن دخول عناصر غريبة لا سيما ما يتعلق منها بعناصر بتحمل سلاح أو جاية بعربيات دفع رباعي أو موجودة بشكل يثير الريبة، يعني لابد من اهالي سيناء اللي هم كان ليهم دور كبير جدا في نصر اكتوبر العظيم. احنا الان في حرب مع الارهاب، انا شايف ان تعاونهم هم بيتعاونوا بالفعل مع الاجهزه الامنيه المصريه المختصه شيء مهم جدا في استئصال هذا الارهاب من سيناء. بنحيي قواتنا المسلحه على قتالها لهذه التنظيمات التكفيريه وهذه العناصر اللي دايما بلاقي بياناتها في الصحف مكتوب كفار بيت المقدس. دي حقيقة، كفار بيت المقدس. نعم. كفار أجناد مصر، كفار، دي حقيقة. لأن لا يمكن يكون شخص مؤمن بالله أو يعرف ربنا وبيحلل وبيروح يقتل بالظبط جندي شرطة واقف بيحمي هذا الوطن أو واقف بيؤدي واجبه أو بيؤدي دوره بلا أي جريرة أو أي ذنب، أو راح يرمي بعبوة سيفة قدام مدرسة ابتدائي، أو راح يرمي قنبلة يعني قدام القضاء العام. ربنا سبحانه وتعالى قال من قتل نفسه كأنه قتل النفس. قتل نفسه، قتل نفسه جميعا، دي حرمتها. لكن هو ما يعرفش، يعني هو أصلا ليس لديه أي وازع ديني، كل علاقته بالدين أنه ملتحي بس وانه لابس جلابيه المظهر فقط بس. لكن هو اصلا لكن هو يمكن أموال. يعني هو اكبر اساءه للدين الحقيقي، اكبر اساءه للدين الاسلامي. يتلقى اموالا طائله من جهات معاديه للاسلام وهو يعلم ذلك، وبيقوم باعمال تخريب. لكن انا يعني على يقين ان سيناء هتكون مقبره لكل الارهابيين الموجودين على اراضيها، واتمنى ان يعلن ذلك حينما يتم القضاء على الارهاب في سيناء. ومنتظر خبر في يوم من الأيام إن شاء الله، أتمنى ألا يطول سيناء بلا إرهاب بإذن الله إن شاء الله. طيب ننتقل لجريدة الجمهورية أستاذ علي، وخبر بيقول مجلس الأمن يبحث هدنة إنسانية في اليمن، 185 قتيلا و1282 جريحا ضحايا القتال في عدن، وطائرات التحالف تواصل إسقاط المساعدات والأسلحة للمقاومة الشعبية. تصور حضرتك إيه لما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن بعد هذه الغارات اللي بتقوم بها قوات التحالف، مشاركة أيضا المقاومة الشعبية وقيامها بدور في مقاومة الحوثيين والدفاع عن الشرعية والاستقرار في اليمن؟ هو قوات التحالف بالفعل بتقوم بدور، لكن قوات التحالف العربية حريصة تماما على عدم المساس بأرواح المدنيين. قامت بدور كبير جدا ونجحت فيه في إضعاف القوى العسكرية للحوثيين ولقوات الرئيس السابق المتآمر علي عبد الله صالح، اللي هو
راح تحالف مع الحوثيين بيقاتل شعبه، بيضرب في المدنيين، بيتصرف تصرفات غير مسؤولة ولا تتسب بأي منطق عقلي إن واحد يقاتل شعبه ويضرب في المدنيين على هذا النحو أملا في العودة إلى السلطة مرة أخرى، وبذلك ينقلب على السلطة. لأن شفنا احنا أن الشعب اليمني ثار قام بثورة كبيرة جدا ضد علي عبد الله صالح، هو الآن بالقوة المسلحة بالاشتراك مع الحوثيين عاوز يحكم اليمن بالقوة. أنا شايف أن لابد من العودة إلى المفاوضات السياسية بمشاركة كل الأطراف والتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة. طالما لم يرضخ علي عبد الله صالح، لم يرضخ الحسين للبحث لحل سلمي، بتتواصل عمليات قوات التحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية في ضرب المواقع العسكرية للحسين ولقوات علي عبد الله صالح. طبعا علي عبد الله صالح والحسين مدعومين إيرانيا، لأن زي ما قلت لحضراتكم إيران عايزة تعمل تشعل نيران طائفية في كل مكان أو في أماكن كثيرة من عالمنا العربي، لا سيما ما يحدث الآن من جرائم لا تغتفر في 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 اليمن، وما يحدث في العراق وغيرها من أماكن كثيرة وسوريا بأيادي إيرانية للأسف الشديد. لابد من العودة إلى منطق العقل والاحتكام إليه والجلوس إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي. نعم. ننتقل لجريدة الأهرام. يشهد توقيع اتفاق إسناد الأعمال الاستشارية للجامعة المصرية اليابانية، رئيس الوزراء محلب يطلب الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنشاء شبكة الطرق. بالأمس كان هناك توقيع اتفاقية بين الجانب المصري والجانب الياباني على طبعا على جامعة مصرية، جامعة مصرية يابانية. ده في إطار حرص مصر على نقل أحدث الوسائل العلمية في مختلف التخصصات الأكاديمية، ومن ثم هناك جامعات كثيرة جدا تم إنشائها في إطار علاقات مصر بكثير من الدول الصناعية الكبرى. وهناك زي ما شفنا في جامعة ألمانية وجامعة بريطانية وجامعة كندية والآن جامعة يابانية. ده شيء جميل جدا، بيتيح فرص جديدة لأبنائنا للتعلم أو لتلقي العلم على مستوى رفيع من دول متقدمة علميا وتكنولوجيا، وده شيء بالغ الأهمية بالنسبة لمصر. فيما يتعلق بشبكة الطرق، زي ما شفنا هناك متابعة من رئيس الوزراء شخصيا، وفي بعض الأحيان هناك متابعات من رئيس الجمهورية. ده على نحو غير مسبوق، كنا قبل كده بنلاقي يتقال إن في مشروع هيتعمل خلال سنتين فيقعد 8 سنين و10 سنين وكل واحد بيلقي اللائمة على الآخر. لا، مصر عايزين نبني مصر مسيرة التنمية، لابد أن تتقدم بشكل سريع جدا. لن تتقدم إلا بالطرق اللي احنا شايفينها دي. رئيس الوزراء بينزل بنفسه، بيطلب من الوزراء، كل وزير ينزل يروح مواقع العمل. بس قالت الوزير اللي قاعد حاطط رجل على رجل عشان يقعد يعمل شوية تأشيرات أو استثناءات لطالب للأطفال اللي هتخش المدارس السنة الجاية، اللي كانت على مدى 20-30 سنة بتاخد 90% من وقت وزراء التربية والتعليم المتعاقبين، 90% من أوقاتهم، إن يقول لك يستثنى إذا كان يهمه كده جايب له واسطة يقبل وأفاد، ما يهموش لا مانع. فيعني شيء يعني أستاذ علي، أنا شايفة إن الجامعة المصرية اليابانية دي هتساهم هيكون ليها طفرة في المجال التعليمي في مصر زي نظيرتها من الجامعات اللي موجودة بالفعل في مصر. ولكن أنا نفسي إن إحنا نتعلم من خبرات هؤلاء الأجانب، يعني ان هم يحثوا الطلاب قبل ان هم يقدموا لهم العلم ويقدموا لهم الخبره اللي عندهم، يحثوهم على ان هم يكون احياء الضمير الانساني. ازاي يحثوهم على ان هم يكونوا فعلا بعد ما يتخرجوا من الجامعه بيحبوا الشغل زي اليابانيين؟ اليابانيين منتجين ونشطاء جدا وبيحبوا شغلهم جدا. يعني ده اللي المفروض ان احنا نطالب بيه الخبراء اللي جايين لنا من بره، او المدرسين اللي احنا هنستعين بيهم، او المسؤولين اللي جايين يديروا هذه الجامعات او يدونا خبراتهم، ان هم يحثوا الناس اللي تحت ايديهم على ان هم يكونوا صناع
فعلا بعد ما يتخرجوا من الجامعة. أنا في الحقيقة شايف بالفعل زي حضرتك قلت ده شيء جميل، احنا نستفيد من الخبرة اليابانية في كل مجالات التعليم اللي هي جاية بيها، لكن مسألة حب العمل والكلام ده كله ده عايز حوار مجتمعي شامل، ده لازم عايز يتزرع، مواد دراسية يتزرع في كي جي 1 للطالب وهو داخل في سنة أولى ابتدائي ودخل حضانة، بعلمه إنه يحب إنه يحب العمل وإن العمل مش عيب. يعني هقول لحضرتك كان في تجربة لكن لم يتم تعميمها للأسف الشديد، وهي تجربة التدريب التحويلي يعني أو الدراسة التحويلية، إن بيجي شباب بيتخرجوا بأعداد مهولة من كليات التجارة بلا عمل وبلا فرص عمل، لا سيما اللغة العربية، باللغة العربية كليات الزراعة، كليات الآداب، كليات الحقوق، كان في وقت من الأوقات بتتاح فرص إنه يخش مراكز تأهيل لمدة سنة ونص أو سنتين، يطلع بيتقن حرفة، حرفة ميكانيكا سيارات، حرفة مباني، حرفة نجارة، حرفة كذا، بما يساهم في إنه تتاح له فرصة عمل. فيها عجز، يعني حضرتك لما أجي أقول إن محافظة دمياط نسبة البطالة فيها صفر، في كام مدرسة ثانوية متخصصة في مجال النجارة في مصر؟ تقريبا ما فيش ولا مدرسة. يعني لما أجي أنا أفتح 30 مدرسة في أماكن مختلفة من حق مصر في هذا المجال، يبقى هقدر أتيح فرص عمل، إنه بدل أنا كمواطن ما هروح دمياط عشان أصنع أوضة نوم أو أوضة سفرة، هلاقي شاب متعلم محترم فاتح ورشة جميلة جدا، حتى لو واخد حتى أوضة في بيتهم وقاعد يصنع، وهروح له هو هيستفيد وأنا هستفيد. أنت اللي عايز يتعلم الميكانيكا، اللي عايز يتعلم ميكانيكا السيارات، اللي عايز يتعلم أي حرفة من الحرف المتعددة ويقدر أنه يشتغل فيها، بدل ما يبقى عاطل وقاعد يقول لك الحكومة ما عينتنيش ليه وبالحكومة جابتنيش ليه، رغم أنه لو تم يعني أنه ينتقل إلى الدراسة الفنية في مدرسة فنية أو حاجة تتاح له فرص حتى لو بعد الظهر بعد الطلبة النظاميين ما يمشوا ويتعلم ويقف على رجله ويقدر يشتغل، لابد أن احنا نعمل هذا الفكر. الأمر الآخر، لغاية النهاردة لازم خطة التعليم تتماشى مع خطة التنمية في البلد. أنا ما تبقاش الدولة مش محتاجة بكالوريوس تجارة وأنا عمال أطلع كل سنة 100,000 أكتر مما محتاجه بالسوق. في ذات الوقت أنا عندي عجز شديد جدا في العمالة الفنية في قطاعات مختلفة. أجي في الإعدادية أقول الالتحاق بالثانوية العامة 80% ب 85%، لغاية دلوقتي بتقول لي الطالب يخش ب 60-62% سنة وعام، بيجي يجيب 50% ويخش مع سنتين تجاري ولا حاجة ويخرج بلا عمل. فأنا أقلب تلت المدارس الثانويه العامه احولها الى مدارس صناعيه متقدمه في التخصصات اللي محتاجها سوق العمل في مصر وفي الاقطار العربيه الشقيقه المختلفه اللي محتاجه هذه النوعيه المتخصصه من العمل. الامر الاخر، وانا فرحان وسعيد بالجامعات الاجنبيه اللي بتتفتح، لكن بقول انا محتاج ثوره داخل الجامعات المصريه الحكوميه. بالظبط. يعز عليا قوي 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 لما اسمع ان جامعه، لما اشوف جامعه ترتيب جامعه القاهره، الجامعه الام، جامعة عين شمس، جامعاتنا المختلفة بين جامعات العالم، أنا أستحي أن أقول للسادة المشاهدين ترتيبنا كام. طب إيه الحل؟ الحل نعمل مؤتمرات علمية متواصلة إزاي نطور كلياتنا بحيث إن إحنا نبقى في مصاف أول 30 جامعة على مستوى العالم، أول 50 جامعة، نبقاش يعني زي ما بيقولوا في السبنسة يعني الجامعة بتحسك الحديد. ما ينفعش، لا يليق بمصر واسم مصر وتاريخ مصر ومكانة مصر بالتأكيد إن الجامعات المصرية لا تتطور وإنها تخرج خريجين حتى اليوم ليس امامهم اي فرص عمل. يجب ان يكون الدوله دور في دعم التعليم الحكومي استاذ علي، يعني سواء كان حتى على مستوى المدارس الحكوميه او الجامعات الحكوميه، المفروض ان الدوله تدعم هذه الجامعات، ما تسيبش فقط القطاع الخاص او المدارس الخاصه او الجامعات تطور الخاصه. تطور 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 بالفعل. كل الوزراء دول خارج طيب. جامعات حكوميه، كلنا خارج جامعات. خلينا نروح لاخر خبر بقى كبير جدا يعني. فبقول لا، أنا برحب جدا بالجامعات الأجنبية على أرض مصر، لكن في المقام الأول لابد من تطوير الجامعات الحكومية بما يتواكب مع أحدث طيب. نظم التعليم الموجودة في الدول المتقدمة بالتأكيد. طيب خبر معنا من جريدة الشروق، القصور الرئاسية تعيد مبارك ونجليه إلى قفص الاتهام. طبعا تابعنا مبارح الأخبار عن الجلسة، إعادة محاكمة رئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لاتهامهم باستيلاء على 125 مليون جنيه من مخصصات القصور الرئاسية، اتأجل ل 29 إبريل لاستكمال سماع المرافعة وأوراق القضية. يعني حضرتك شايف أن هذه القضية هل يمكن بالفعل أنها يعني تنتهي
بسجن مبارك ونجليه، ولا احنا ممكن يكون في مثلا نوع من التعويض المادي او ان هم يعني يرجعوا تاني ما تم الاستيلاء عليه اذا ما ثبت فعلا قضائيا ان هم استولوا على هذه المخصصات؟ هو شوف حضرتك، مبارك ورجليه سبق محاكمته في هذه القضية. مبارك خد 3 سنين ورد كل واحد خد 4 سنين سجن بموجب حكم محكمة الجنايات. مبارك ورجليه وبورسي ونظام مبارك ونظام بورسي، الكل يعامل على قدم سواء، لا توجد أي محاكمات استثنائية لأي حد، الكل يمثل أمام قضيه الطبيعي، ومن ثم كان له الحق في اللجوء إلى النقد. محكمة النقد نقضت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. محكمة الجنايات بدأت هذه المحاكمة أولى جلساتها أمس، ومن ثم تم تأجيل القضية. جميع الخيارات مطروحة أمام المحكمة، يعني المحكمة تملك إدانتهم وتملك براءتهم، تملك تخفيف الحكم، تملك، فكل الخيارات مفتوحة أمام المحكمة في ضوء الأوراق المعروضة أمامها. لسه هتستغرق بعض الوقت، المحكمة استمعت امبارح إلى أول شاهد في القضية وهو السكرتير الثاني لمبارك، لكن هناك شهود إثبات آخرين في القضية وهناك شهود نفي. سيتم الاستماع إليهم في الجلسة القادمة يوم 29 إن شاء الله. المحكمة كمان هتستمع لمرافعة جديدة للنيابة العامة، هتستمع لدفاع المتهمين، وفي النهاية هتقول كلمتها. لكن هذا الحكم هيكون حكم نهائي، لكن أيضا هناك فرصة ثانية وأخيرة للجوء أمام محكمة النقد، سواء بالنسبة للمتهمين إذا قلب إدانتهم. طيب يعني إذا القضية في مرمى القضاء في النهاية ومنتظر الحكم النهائي. كل الخيارات مفتوحة في هذه القضية، سواء بالسجن أو سواء بالسجن أو بالبراءة أو شكرا لحضرتك أستاذ علي حسن، بنشكرك.